انت مش زي احمد، انا مشتاق لك من قبل ما تسافر، خايفه يا احمد، خايفه. ما تخافيش يا هيام، اول ما يجي لي خبر منك هرجع لك على طول، نتجوز ونسافر سوا على المانيا. احمد احمد.
هتلب حياتك. مفيش حاجة في الدنيا هتفرق بيننا أبدا. عظيم جدا، معجبة بيه لدرجة الإيمان، مناقشته لقضية الفرد والمجتمع. هيام، ها؟ لكن ده كتاب في الفلسفة، قدرتي تفهمي محمود سالم؟ امتحني. في حاجة؟ أيوة. في إيه؟ خايف عليكي. علي أنا؟ ليه؟ عقلك أكبر من سنك. ودي فيها حاجة دي؟ جايز يكون له تأثير على حياتك العملية لما تكبري. ازاي بقى نفهم؟ هتفكري في كل حاجة بعقلك وتلغي عواطفك. الظاهر اني غلطت، انا شجعتك على القراية. لا يا بابا، ده انت واخد عني فكرة غلط خالص. ده انا عاطفية بشكل، اقول لك على سر. قولي. ده انا عاطفية لدرجة اني بحب. ايه؟ بحب الحياة، الطبيعة، احب كل شيء جميل، احب البحر وهو هادي وهو غضبان، أحب الورد وهو مفتح وهو دبلان، والشجر أموت في الشجر، خصوصا الشجرة الأم. الشجرة الأم؟ أيوة يا بابا، شجرة في أول الشارع طويلة ومفرعة وفرحها مايلة على الأرض زي الأم اللي بتحضن طفلها. كل ما أفوت عليها أخش في حضنها وأشم عبيرها الجميل وأحس براحة كبيرة. كتر القراية خلقت فيك الأحاسيس الجميلة دي. انا قريت نص المكتبه دي كده. امال بتذاكري امتى؟ في اوقات الفراغ. النتيجه هتظهر بكره، ما تشغلش بالك بالحكايه دي خالص. عظيم. وناوي على كليه ايه؟ الادب طبعا، الليسانس ثم الماجستير ثم الدكتوراه ثم ايه؟ ثم خلاص كفايه كده؟ لا مش كفايه، لو وصلت لكل انا عايزاه برضه مش كفايه. ساعات ما اقدرش افهمك. ولا انا، دايما حاسه ان في حاجه ناقصاني. ايه هي؟ مش عارفه. يمكن الجواز. لا ما افكرش في الحكايه دي خالص. الله الله، برضه قاعده في حجره. ايوه يا ماما، ودي فيها حاجه دي؟ مش هتكبري ابدا. لا، وهتفضلي متشعلقه ببابا كده طول عمرك؟ طبعا، بابا ده كل حياتي ودنيتي. ما بتغير عليك مني. ما انا عارف. بطلوا وشوشه وقوموا اتعشوا. يلا يا بابا. ماليش نفس. ليه يا بابا؟ تعبان شويه، عايز اطلع استريح. عيان؟ لا. امال نورك مخطوف ليه؟ بيتهيألك. انا كويس والحمد لله. تصبحي على خير. بابا ليه؟ كان قلقان طول الليل، ما نامش الا في الفجر. ليه تعبان؟ شش شوية. ايه مش هتفطري؟ لا، عشان الحق اروح المدرسة واعرف النتيجة وارجع افرح بابا. يا
هيام هيام هيام. ايه مالك سلامتك؟ قلبي دكتور. حاضر حاضر. هيام قبل ما تفوت سنة على موت بابا. هيام هيام مش في اوضتها. هيام دي بقت مشكلة. طب يلا افطر انت يا حسن. مش قصدي، لكن هي بتصحى امتى؟ بتروح فين؟ بتعمل ايه في نفسها؟ اهي جت. صباح الخير. صباح النور يا هيام. يا صباح الفل. لما يعمل اي حاجة كتير توجع. مش فاهمة. يعني اللي ياكل كتير بطنه توجعه، اللي يسهر كتير دماغه توجعه، اللي يقرأ كتير مخه يوجعه. انا مش موافقك على الرأي ده ابدا. هو انت عمرك وافقتين على حاجة؟ عشان تفكيرنا مختلف. مختلف اي نعم، لكن تفكيري انا اللي اصح. انا بتعمل مناقشة معاك. وانا بتعب لما بشوفك بالحالة دي، واختك كمان اتعب مني. ليه يا هدى؟ قلقانين عليك يا هيام، البنات اللي في سنك واخدين الدنيا غنوة. انا لما كنت في سنك كنت واخد الحياة ضحكة تهريجة، ما عقلتش لما اتجوزت اختك. لكن انتي
واخدها جد. عارفه ليه؟ ليه؟ من كتر قرايتك للفلسفه فلسفت حياتك، قلبتيها غم. حسن، انا قلبي عليها، عايز اخد ودي معاها شويه عشان بفرش لموضوع مهم عايز اناقشها فيه. اتفضل. موضوع ايه؟ موضوع ماما. ماما؟ مالها ماما؟ جايه تزورنا النهارده. هسيب البيت لغايه لما تخلص الزياره. ليه يا هيام؟ دي جايه مخصوص عشان تشوفك. عايزه تشوفني ليه؟ شيء عجيب، عشان انت بنتها وهي امك. لو كانت امي ما كانتش سابتني عشان تتجوز. لا يا هيام، هي ما سابتكيش، انت اللي رفضت انها تقعد معاكي وطلبت ان انا وهدى نعيش معاكي بدالها. كنت متصور ان اعيش مع جوزها، اعطيه راجل تاني مكان بابا. وفيها ايه؟ هو الجواز عيب؟ بالعكس، الجواز ستره. وماما ما عملتش كده الا عشان مصلحتك قبل مصلحتها. ايه ده؟ انتوا بتفكروا ازاي؟ بنفكر صح. واحده ست ارمله وبنت جميله للظهور يعيش ازاي لوحدهم ومن غير راجل؟ ابي حسن، انا بتعمل مناقشه معاك. مفيش فايده. مع الاسف كلامي بيقف في زورها. نجيب مين بس يقنعها؟ عمي. عمك؟ يمكن يجوز. هيام. عمي. ازيك يا هيام؟ الله يسلمك يا عمي. انا جاي مخصوص علشان اشوفك واطمن عليكي. يا حبيبي يا عمي، سمعت حاجات شغلتني. ايه الحكايه؟ صحيح انت حابسه نفسك ودايما قاعده لوحدك وما بتبطليش قرايه؟ ايه ده؟ محمود سالم. ايوه. معجبه بيه حضرتك؟ مش معجبه وبس، مؤمنه بيه جدا. يا سلام. طب ايه رايك بقى انه صاحبي جدا؟ صحيح. وان انا المحامي بتاعه. مش معقول يا عمي، ممكن تعرفني بيه؟ ممكن قوي، بس على شرط. ايه هو؟ تيجي تقعدي عندي كام يوم تغيري الجو ده. موافقه. طب يلا بقى اطلبي مرات عمك وليلة تحضر لك اوضه. يا حبيبي يا عمي. الله. ها، عجبتك الاوضه؟ جدا، خصوصا المكتبه. بس مش معنى كده انك تحبسي نفسك في الاوضه مع الكتب. مرات عمك محضره لك برنامج حافل. ايوه هيام، هنشوف كل الافلام الجديده، كل المسرحيات، وهنسمع موسيقى. ايه ده كله؟ لازم تخرجي للدنيا وتتمتعي بحياتك، حرام تدفني شبابك بين اربع حيطان يا روحي. وانا بقى محضر لك مفاجاه الليله. عرفتها، محمود سالم. يا سلام عليكي، حرقت المفاجاه. مش عارفه اقول لك ايه، لكن عندي احساس ان انا هبتدي حياتي من جديد. برافو، وده اللي احنا عايزينه. تحيه اعجاب وتقدير للمعجبه الكبيره. عندك المعجبه لسه صغيره قوي، ما تستغربش، المعجبه عندها 17 سنه. 17؟ ايوه. مش معقول. وبتقرا لك وبتفهمك. بلاش تهويل، اصلك محامي. هيام بنت اخويا. اهلا. محمود سالم. تشرفنا. في حاجة؟ أيوة. أنا مش مصدق عينيا. ليه؟ لأن الجمال والعقل عمرهم ما يجتمعوا في إنسانة واحدة. حضرتك بتجاملني؟ أنا ما أعرفش المجاملة. عمك قال لي إنك بتقري كتبي، وكتبي مش سهلة على آنسة في سنك. بالمناسبة كتابي الأخير. متشكر أوي على الإهداء ده. العفو. سمعت كمان انك بتكتبي شعر. محاولة، مجرد محاولة. احب اسمع.
سمعينا يا هيام. يا نفسي إني أراك تتأملين وعن الحقيقة تبحثين، روح فيك نفسي عذبتني نحو الضياع، قدميني نحو الأنين. أما كفاك ما لقيت؟ أما سئمت؟ ألا تيأسين؟ ماذا؟ أتراك لحن الأنين تستعذبين؟ يا نفسي هذا الحنين إلى الحقيقة، أما ينقضي؟ أما ينقضي لديك هذا الحنين؟ لم يبق غير الشوك المدمي، أتغامرين؟ ستعذبين. انت موهوبة يا أنسة هيام، دي شهادة اعتز بيها جدا. لكن ايه اللي خلاكي تكتبي الشعر الحزين ده؟ قولي حضرتك ايه الصورة شفتها في الشعر ده؟ صورة انسانة عندها شعور بالوحدة وهي بين اهلها، احساس بالغربة وهي في بلدها. هو ده احساسي فعلا وانا بكتب. لكن ليه؟ انت صغيرة وجميلة، ليه حاسة بالضياع ده؟ ما هي دي المشكلة اللي تحير. انت معذبة؟ ايوة. من ايه؟ من وجودي في الدنيا. لكن ليه؟ حاسة ان في حاجة نقصاني مش عارفة ايه هي. ده احساس الفنان الصادق، موهوبة فعلا. جالك كلامي؟ ايوة، بس خسارة، لازم المواهب دي تكبر وتظهر. أنا متشكرة جدا على تقديرك ده. أنت من النهاردة في عهدتي، تسمحي لي بصورة علشان أنشر القصيدة بتاعتك في الجريدة. لا أرجوك. الله، ليه لا يا هيام؟ أفندم. اهلا اهلا، تشكريني على ايه؟ هو انا لسه عملت حاجة؟ طبعا لسه في مفاجآت اكتر من كده. مش معقول. لا ده انت مهتم بيا قوي. لا يا هيام، دي حاجة اكبر من الاهتمام، لازم تفهمي كده. انا حجيلك الساعة 5، ممكن تنتظريني؟ شكرا، مع السلامة. مساء الخير. اهلا وسهلا، مساء النور. اتفضل. اتفضل يا ستي. ايه دول؟ دول كتب الثانويه العامه. لمين؟ ليك. ما انا معايا الثانويه العامه. لازم تعيدي السنه علشان تدخلي الجامعه. ادخل الجامعه ليه؟ علشان تاخدي شهاده جامعيه. اعمل بيها ايه؟ هي دي اللي هتوصلك لاهدافك. ماليش اهداف خلاص. شيء عجيب، الاهداف والامال والاماني كل دي حاجات ملهاش وجود في حياتي من يوم بابا ما مات. هيام ليه اليأس ده؟ انت زهرة لسه بتتفتح للدنيا، قدامك العمر طويل، لازم تجددي امالك وتحققي اهدافك وتعملي من نفسك شيء عظيم عشان افتخر بيكي. هتدخلي الجامعة ها؟ علشان خاطري. حاضر. أشكرك يا هيام. أخيرا
ابتديت اشعر اني هعيش من جديد. ربنا بعت لي محمود علشان يعوض لي حنان بابا ويهتم بيا ويشجعني ويفتح لي ابواب الامل. لازم اذاكر وانجح بتفوق علشان خاطر محمود. يا ترى ايه سر اهتمامه بيا؟ انا ايه بالنسبه لمحمود؟ الاسطوانات اللي بتحبيها. متشكره قوي، كل رغباتي بتحققها لي. ها نويتي على كليه ايه؟ الاداب طبعا. هايل، انا هجهز الاوراق واقدمها. انا مش عارفه اشكرك ازاي. انا اللي اشكرك. على ايه؟ بحس بسعاده الدنيا لما بشوفك سعيده. العواطف التهبت خالص، عجبها فيه ايه بس؟ مش خايفه لا ياكلها؟ استاذ محمود، استاذ محمود تليفون. متشكر، عن اذنك يا هيام. اتفضل. صعبان عليا قوي. انت مالك ومالها يا اخي؟ زوها كده، مش معقول ابدا تسيب الشباب اللي زي الورد وتندبف عم محمود. انا حايز. هتعمل ايه يا جنون؟ هكلمها. مفيش فايده، ده عمرها ما كلمت حد في النادي. هجرب حظي. صباح الخير افندم. بقول صباح الخير. صباح النور. كنت عايز اقول ايه؟ ليه ما بتجيش النادي كتير وتشتركي معانا في مسابقات البينج بونج؟ مش غاوية بينج بونج. ليه بس؟ ده احنا عاملين مجموعة لطيفة قوي وبنطلع رحلات. ما بحبش الحاجات دي. امال تحب ايه؟ العواجيز؟ كفاية من فضلك، سيبني بقى. ده كان بيكلمك؟ ايوه. ليه؟ تعرفيه؟ لا، اول مره يكلمني. كان بيقولك ايه؟ كلام عادي. عايز اعرف كان بيقولك ايه؟ ما قاليش حاجه تضايقك بالشكل ده. انا مش متضايق. ازاي تسمح لشاب ما تعرفيهش انه يتكلم معاكي بكل بساطه؟ انا ما عملت الذنب. لازم تعرفي ان ده ذنب كبير. ازاي تسمحي له بكده؟ انا ثقتي فيك كبيره، لكن ما احبش اشوفك متساهله مع الشبان. لازم تصديهم. المجتمع بيحكم على الناس بمظهرهم، بطريقة كلامهم، وانت بتكلمي كل الناس برقة. الله، انت بتعيطي؟ انا جرحتك بكلامي؟ انا اللي غلطانة. سلام عليكم. اهلا وسهلا. اهلا بيك. اهلا اهلا. طمني يا محمود. نجحت بتفوق مجموع 82%. كده ألف مبروك يا هيام، ألف مبروك يا حبيبتي. أهلا. متشكرة يا طنط. أفتكر من حقي أبارك لبنت أخويا. مبروك يا هيام، ألف مبروك. كنت أحب أقعد معاكم، مضطر أسيبكم، طلبوني في الجورنال دلوقتي. ما تقعد نتغدى سوا. متشكر، لازم أمشي. مع السلامة. أول مرة أحس النهاردة إن محمود بيغير عليا. معناه إيه ده؟ بيحبني؟ مش عارفة. وأنا شعوري إيه من ناحيته؟ برضه مش عارفة. محمود دخل حياتي في وقت عصيب، كنت وحيدة محرومة، مال عليا الدنيا، مش هقدر استغنى عنه أبدا. وأنا النهاردة زعلته، غلطت، لازم أروح أعتذر له. لازم. ألو، أنا محمود سالم. أهلا. الحمد لله.
هيام موجودة؟ خرجت؟ لا مع الشكر. مش معقول. ايه المفاجأة الجميلة دي؟ أرجو ما كنتش ضايقتك. لسه من دقيقة كنت بسأل عليكي بالتليفون علشان أعتذر لك. من امبارح وأنا عندي شعور بالذنب. بالعكس، أنا اللي جاي أعتذر لك. أنا اتحرمت من ماما ومن بابا غصب عني. مش معقول أحرم نفسي منك برضايا، مش معقول. تعالي. اقعدي. هيام قولي لي، ايه الصورة اللي في ذهنك عن الراجل اللي تتمني انك تتجوزيه؟ راجل ناضج، مثقف، متزن، ما يكونش شاب صغير. هيام انت بتقولي صفاتي كلها. صحيح، ايوه فعلا. افهم من كده انك موافقة. على ايه؟ انك تتجوزيني. اكون اسعد واحده في الدنيا. مش معقول. انا فكرت وقررت. ايوه، لكن محمود اكبر في السن من المرحوم ابوكي. لكن عوضني على المرحوم بابا. مش معنى كده انك تتجوزيه. الابوه حاجه والجواز حاجه تانية. مفيش حد في الدنيا انسب لي من محمود. اي شاب في الدنيا انسب لك من محمود؟ انت لسه ما حصلتيش 20 سنه. مفيش شاب يقدر يخليني احترم عقريته ولا اعتبره مثلي الاعلى. حيرتيني يا هيام. طب استني لما تاخدي راي والدتك. والدتي؟ والدتي ما خدتش رايي وما سابتني واتجوزت واحد غير المرحوم بابا. يعني مصممه؟ مصممه، ومن حق ان اختار وبكل حريتي. الاختيار الحر اللي طالعين لي فيه اليومين دول. اعملي اللي انت عايزاه. بكره ياما هتندمي. لا، خلني خلني، حرام عليك.
جوازي من محمود كان أكبر صدمة في حياتي. خدعني برقته وحنانه لغاية ما وصل لهدفه وتجوزني. ظهر على حقيقته وحش عنيف وعاملة شاذة وقلب اسود. حبستني بالاربع حيطان. هيام هيام هيام، ما بترديش ليه؟ قاعدة هنا لوحدك ليه؟ مالك؟ انت مش محمود. شيء غريب. ارجوك تسيبني. اسيبك ازاي؟ انت مش مراتي؟ الجواز مقدس، مش بالمعاملة دي. يا عبطك يا عبطك يا حرمني من حريتي، من كل حقوقي. شفت معاه كل عذاب الدنيا، لكن لازم استحمل علشان انا اللي اخترته وصممت. تعديت عمي وكل الناس اللي نصحوني، وهفضل استحمل لسبب واحد بس، اني اكمل دراستي في الجامعة. مين دول اللي كانوا معاكي؟ دول زملائي. وايه اللي راكبك معاهم؟ خلصت المحاضرة بدري. كان لازم تستني العربية، فاهمة؟ خلاص، مفيش كلية بعد النهاردة. ليه؟ مش عايز مناقشة. عشان خاطري يا محمود. ده انت اللي دخلتني الجامعة وخليتني أحب العلم. ليه تهد اللي عملته في لحظة غضب؟ ليه يا محمود؟ لازم اخد حريتي من محمود. بعد يوم، بعد شهر، بعد سنة، لازم. الله، ريحة العبير الجميل الغامض، ريحة المعادي الحبيبة. موسيقى
سلامتك. الحمد لله سليمة. أسفة كنت سرحانة. أنا بقى ما بسرحش أبدا، دايما مصحصح. ولو إن الطبيعة هنا جميلة حلوة تخلي الواحد يسعى غصب عنه. أنت ساكن في المعادي؟ لا بشتغل في المعادي وساكن في مصر. وإنتي؟ أنا ساكنة في المعادي وجاية من مصر. وزي ما شفتكيش قبل كده؟ مش ممكن، كان لازم أشوفك. تسمحي لي أوصلك؟ متشكرة، بحب أتمشى. أمرك سعيد. أنا بروح النادي كتير، وإنتي؟ أنا ما بخرجش كتير. لازم تروحي النادي. ليه؟ علشان أشوفك. أرجو ما كنتش ضايقتي. سعيد. يا هيام. صباح الفل يا هدى. مالك؟ عمك جه وساير جدا ومستنيكي تحت. طيب هحصلك. نازلة حالا. صباح الخير. ايه اللي عملتيه؟ انا ما عملتش حاجة. ما سبتيش بيت جوزك وجيتي من وراه؟ ايوه، ومش راجعة تاني. ايه التخريف ده؟ سببه ايه؟ مش قادر عاشر محمود. من امتى؟ من اول يوم. محدش كان غصب عليك تتجوزيه؟ عشان كده استحملته 4 اشهر. عملك ايه؟ الراجل بيحبك، حققلك كل رغباتك، عايز ايه تاني؟ عايز حريتي. ايه؟ اتجننتي؟ اتجننت عشان عايز انفصل عن انسان كرهني في الدنيا كلها؟ ليه؟ ايه السبب؟ اظن كفاية اني ما بقتش احبه. لا مش كفاية، لازم اعرف السبب. اسفة يا عمي، ما اقدرش اقول لك السبب. وانا كمان ما اقدرش اقول له طلقك الا اذا اقتنعت. ما تنسيش ان انا المحامي بتاعه. محمود مش طبيعي يا عمي. هيام حاول تساعدها يا عمي. ما اقدرش اعمل لها حاجة، لازم ترجع لجوزها. انت ازاي تفرض علي ان انا ارجع له؟ ده مش من حقك، انا وحدي بس اللي اقرر اذا كنت ارجع له ولا لا. عمي اظن فاكر اني هسيبك من غير راجل. لا وضع ما بلوش ابدا. أنا ليا كرامتي. إذا ما رجعتيش لجوزك أنا هقطع كل صلة بيكم نهائيا. مش راجع له حتى لو تنهد الدنيا. سفلة. متشكرة. عمي عمي عمي. معلش بقى، معلش بقى يا هي، ما قطعتيش عشان خاطري. أدي عمي الإنسان الوحيد اللي كنت فاكرة هيقف جنبي، سابني خلاص. ما بقاش حد يحس بيا ولا يعطف عليا. ما تقوليش كده يا هيام، كلنا معاكي بقلوبنا، انا وماما ماما اللي حرمتني من حنان الام، اللي سببت في اني اتجوز اول راجل يخدعني بحنانه. يا حبيبي يا بابا، يا ريتني مت قبلك. هيام ما تعمليش كده في نفسك يا حبيبتي. Thank you.
فين يا هيام؟ على الدنيا الواسعة، عايز أغير حياتي شوية، أشوف الناس. الناس لسانها ما بيرحمش، والبلد صغيرة، وأنت مركزك حساس، المجتمع بيحكم على كيفه، وساعات بيبقى دمه تقيل قوي. أفتكر أنا أقدر أحافظ على نفسي كويس. ده أكيد، لكن مش هتقدري تمسكي لسان ده ولسان ده. حسن، سيبها على راحتها. هات المفاتيح. تعالي يا هيام أنا عاوزاكي. هيام، خدي العربية تفسحي بيها. حسن عنده حق في اللي بيقوله. كل اللي أطلبه منك إنك ما تقوليش لحد على حكاية جوازك. لك أنا ما تعودش أكذب أبدا. معلش، دي نصيحة أخت بتحبك. أنا أكبر منك وفاهم الحياة والناس أكتر. يلا يا حبيبتي، يلا. They've been hurt. They've been hurt. People say that love is unkind, 'cause they've been hurt. They've been hurt. But if it went the way that it should have, you would never, never hear a wrong word. 'Cause love is good when it goes like it should. Love is good. Love is good. Fellas, you choose the wrong kind of girl, and you get hurt. You get hurt. You get your heart all mixed up in a whirl, and you get hurt. You get hurt. But if you pick on the right one and hold the real close, you will know what I'm talking about. Love is good when it goes like it should. Love is good. Love is good. The RSS has a room for it. I know it is so. But if you don't act like a fool, you better soon know what I know. People say that love is a blind, 'cause they've been hurt. They've been hurt. يا هيام حصل لها ايه؟ حصل لها انطلاق. من كتر ما حبسوها قالت يا فكيك انا متغاظه منها بشكل لدرجه تفصيله الفستان بتاعي. فوزيه هي حلو. ازيك يا فوزيه؟ ازيك 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 يا طويله دي؟ لا دي حكايه طويله، تعال اقول لكم عليها. يلا بينا. عن اذنك اتفضلي. فوزيه حياه مش معقول. ايه الشياكه دي كلها؟ احنا ودي كده ليه؟ ازيك؟ زي ما انت شايفه. وازاي هدى وابي حسن؟ كويسين. لسه غلباوي؟ اكتر من الاول. وحشتوني يا بنات. انت اللي وحشتينا. كنت فين؟ كنت في بعث. فين يا فيفي؟ في طنطا عند طنط. لازم جايبالك عريس. ثلاثة فرجوني عليهم واحد واحد وزحلقتهم واحد واحد. ايه اخبار النادي يا بنات؟ سونيا اتجوزت من عيم وعليا طلقت من جوزها. واحمد رجب شفت معاه بنت مانيكان امبارح زي القمر. النهارده الظهر كان بيتغدى هنا في النادي مع بنت من مصر. مين احمد رجب ده؟ مهندس بيشتغل هنا في المعادي. ايه حكايته؟ من ساعه ما جيت والبنات ماسكين في سيرته. اصل يا ستي اخر فتاك كل يوم مع بنت. وايه اللي يخلي البنات تترمى عليه بالشكل ده؟ بالحق بالحق، دمه خفيف وجذاب وبيقول كلام يدوى. انت تعرفيها فوزيه؟ طبعا اعرفه من النادي، بس يجي لحد عندي ويفرمل. اشمعنى؟ عشان صاحب اخويا. وده ايه ده؟ فاضي الغراميات دي كلها؟ الغريبه بقى انه ناجح في شغله كمان. اهلا 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 اهلا. انت احنا ودي كده ليه؟ الله. وصل المذكور. مين؟ الباشمهندس احمد ابو فلنتين. هو ده؟ اهلا فوزي. اهلا يا احمد. يا ريتنا افتكرنا مليون جنيه. احمد رجب، هيام، تشرفنا. سعيد جدا. متهيالي تقابلنا قبل كده. افندم، وشك مش غريب عليا، لكن مش فاكره. انا فاكر، اتقابلنا في شارع 15. مش معقول.
نحن هنا. ايه الحكاية؟ الحكاية بسيطة، كنت ماشية في الشارع وبعدين جت عربية كانت حدوسني، نزل لسايقها واعتذرت له عشان انا اللي كنت غلطانة وسبته ومشيت. ادي الحكاية. طب واحمد دخله ايه في الحكاية دي؟ هو اللي كان سائق العربية. كان عندي احساس اني اشوف التاني. افندم انا نسيت الحكاية دي خالص. انا لا افندم، انا ما نسيتش، كنت مستني اللحظة اللي يسعدني الحظ فيها واشوف التاني. انا لازم اروح. مستعجلة ليه يا هيام؟ هو احنا لسه قاعدة مع بعض. وقت تاني يا فوزية، سعيدة عليكم. احمد خلاص فرش للحب الجديد. لا يا عناد، هيام مش سهل. احمد رجب وقع في مطب المرة دي. تسمحي لي اوصلك؟ متشكرة يا فندم. افندم. يا فندم انت ليه بتعملين المعاملة دي؟ ارجوك تتفضل. انا كل قصدي اونسك، ما تسيبكيش لوحدك. وبعدين معاك. قولي لي اشوفك امتى وانا اتفضل. طب مش هقولك. تبقي مش عاوزاني اتفضل؟ يوه. على العموم انا مش موجود في النادي بكره الساعه 4. ارجوك ما تخلينيش اندم على اني اتكلمت معاك. انا ما قلتش حاجه تخليك تندمي. كفايه انك انت حاول تاخد مني ميعاد عشان اقابلك. دي مش جريمه. جايز، بس بينتي انك انت واخد عني فكره وحشه. اسف اسف اذا كنت خدت كلامي بمعنى تاني. اسف جدا، مع السلامه. يخطر على بالي ان الشاب اللطيف الرقيق اللي كان هيدوسني بالعربية يطلع هو نفسه احمد رجب اللي عامل البنات لعبته. وافتكرني انا كمان مغامرة جديدة من غرامياته. لكن هعرف ازاي اثبت له ان نجوم السماء اقرب له مني. هيام، أنسة هيام. أفندم أنا جيت بس عشان أسلم عليك. متشكرة قوي. كنت بدور على فوزية. اسمحي تفضلي. تفضلي. أستأذن أنا بقى. اتفضل امشي ولا اتفضل اقعد؟ هيام هيام. اهلا فوزية. اهلا يا هيام. ازيكم؟ ازيك يا فوزية؟ احنا مش متفقين تفوتي عليها عشان نيجي سوا؟ متفقين؟ امتى؟ المهم انكم جيتوا وشفناكم. انت فين يا سي احمد؟ بقالي اسبوع في حلوان. ايه، مغامره جديده ولا استجمام؟ لا والله شغل. تعرف انك لما بتغيب عن النادي بتوحشني. اخوي يعني اخوي. متشكر، بس الظاهر انسى هيام رايها غير كده، كل ما تشوفني تصدني.
بالعكس يا احمد، هيام بتحب كل الناس كده. ايه حاسه بحاجه؟ لا بس حرانه شويه. حرانه؟ ده الجو كويس قوي. هي كده باحوال، في عز الشتاء تلاقيها بتشر عرق، وفي عز الصيف تكتك من البرد. فعلا انت مش عاديه. افندم قصدك ايه؟ فوزيه في ترانك عشانك من طنطا. بس عشان جداد يا ولاد. هيام ليه دايما بتهربي مني؟ وانت ليه دايما بتطاردني؟ شعور غامض بيشدني لك. انا انت ايه؟ خايفة مني؟ انا ما بخافش من حد. حد اداكي عني فكرة وحشة؟ زي ايه؟ قالولك مثلا ان انا لعبي؟ يا احمد انت راجل، ما حدش يحاسبك على تصرفاتك، لكن البنت دايما تخاف من كلام الناس. عندك حق، بس دي مش معناها انك تعذبيني. افندم عايزني اعمل ايه؟ نشوف بعض بعيد عن الناس، نكلم بعض في التليفون بس كده. وليه ما نروحش نرقص، نطلع رحلات، ونروح سينما و... ليه لا يا هيام؟ اسفه جدا يا فندم. حرام واحده في سنك وشبابك وجمالك تفكر كده. لازم تفتحي قلبك للحياه، لازم تختم الدنيا احلى ما فيها. انت فين يا فوزيه؟ لو عملتها تاني حملص لك ودانك. فوتي دي والنبي. يلا بينا يا فوزية. مالك يا هيام؟ مفيش حاجة. لا في حاجة شغلاكي. أحمد أصلي شايفاه مهتم بيكي قوي. ده مش معناه اني اهتم بيه واعمل معاه علاقة معرفش نتيجتها ايه. خايفة؟ الخوف ده حاجة طبيعية في حياتي، أنا دايما خايفة، قلقانة، مش لاقية نفسي. ليه يا هيام؟ الدنيا حلوة، ليه بتبصلها من ورا نظارة سودة؟ ربنا يعمل في الخير، هشوفك بكرة؟ إن شاء الله. باي. باي باي. هيام هي كل شيء في حياتي. هيام أكبر مكسب طلعت بيه من الدنيا. متشكر. لما تخلت عني قلت أديها فرصة تراجع نفسها. بس المدة طالت، 3 أشهر دلوقت. ده شعور في منتهى النبل. تأكد ان انا هعمل المستحيل عشان اقنع هيام. اهلا هيام. مش تسلمي على ضيفك يا هيام؟ يا هيام اقل ما فيها كنت تسلمي على جوزك. جاي ليه؟ جاي يزود همومي، جاي يفكرني اني مربوطه بسلاسل مش قادره اشوف وشه. هو كمان حاسس انك بتكرهيه، لكن هو بيحبك، ومن كتر حبه مستعد يتنازلك عن الفيلا والعربيه وما يوريكيش خلقته ابدا. في مين كده؟ محدش يكلمني عنه، مش قادره اسمع سيرته. اما مالكيش حق ابدا يا هيام. الله، الراجل صبر عليك 3 أشهر وما عملش حاجه لحد دلوقتي. يقدر يعمل ايه؟ يقدر يستعمل حقه كزوج ويطلبك في الطاعة. الطاعة؟ مش فاهمة. ده قانون، ما تعرفيش القانون؟ في قانون في الدنيا يخصب واحد علشان ما تطقهاش. لما زوجة تخرج عن طاعة جوزها من حقه انه يطلبها ببيت الطاعة. بيت الطاعة؟ ايوه يا هيام، يفرش لك حصيرة في اوضة ويحط لك فيها قلة وبقاب وبرجاز ويبعت لك عسكري يجرجرك. هيام يا حبيبتي. ماما. هيام سلامتك يا حبيبتي. سيبوني لوحدي.
أرجوك. ليه يا هيام؟ ده أنا أمك، ليه مش عايزة تشوفيني؟ كفانك السبب في كل اللي حصل لي ده. ما تظلمينيش يا بنتي، أنا هدى، سيبوني لوحدي أرجوكي. سيبيها دلوقتي يا ماما لما تروق. تعالي معايا، تعالي يا ماما. دلوقتي اه الشفاء يا حبيبتي. الو مين؟ لا يا فندم النمره غلط. مش فاهمه ايه حكايه النمر الغلط دي كل ساعه والتانيه. كتير عايز اقوله لك يا احمد. كلام ايه يا استاذ؟ هو في بينا كلام؟ انا ما شفتش في حياتي جراءه بالشكل ده. لا يا هيام، ارجوكي ما تكلمنيش بالطريقه دي، انا اعصابي تعبانه جدا، هتجنن. بعد الشر عليك يا احمد، تسمح لي طريقتك دي ما بتعجبنيش ابدا. انا حافل السكه يا احمد. الو انا فوزيه يا احمد. ايه الحكايه فوزيه؟ الحقيني يا فوزيه، ممكن اشوفك دلوقتي؟ طب انا هاجي لك كمان شويه، مع السلامه. ايه الحكايه؟ قولي له يبعد عني وفهميه اي مكان هعرف الموجود فيه مش هروحه. ليه يا هيام؟ مش جايز يكون بيحبك بصحيح. انا ما اقدرش، قصدي ما عنديش استعداد. اعمل ايه عشان اثبت لها اني بحبها؟ مش قادر افكر، مش عارف اشتغل، مفيش في مخي غير هيام. ليل ونهار هيام هيام. انا مصدقاك يا احمد، بس مش عارفه اعمل ايه. لازم هي كمان تصدقك. ازيك يا احمد؟ الله يسلمك. فوزية بلغتني رسالتك، جيت عشان اقولك اني مش هروح اي مكان في المعادي. ما اقدرش اسمح لنفسي اني احرمك من الخروج، ولا افرض عليكي اماكن تروحيها واماكن ما تروحيهاش. انا اللي هبعد يا هيام. سعيد. طبعا انت حاسه اني بعمل كده ليه؟ سايق زي المجنون لحد ما اتقلبت بيه ودراعه اتكسر. هو فين دلوقتي؟ ايوه انا لازم اروح له، انا جايه حالا. رايحه فين يا هيام؟ هيام هيام هيام. يا حبيبي لو تعرف قد ايه بحبك ما كنتش عملت كده.
لو تعرف ايه ظروفي كنت عذرتني في كل اللي بعمله. لو تعرف قد ايه بتعذب كل ما بشوفك بتتألم. أيام روحي يا هيام، انت اتأخرت. هتفضلي جنبه. ايوه وهطمنك. أيام هيام كنت فين يا هيام؟ في المستشفى. عند مين في المستشفى؟ ها؟ أحمد رجب. أحمد رجب؟ اللي بينك وبين أحمد رجب؟ بحبه. بتحبيه؟ من إمتى؟ ده مش معقول يا هيام. أنتِ يا هدى وفري كلامك، مش هيقدم ولا هيأخر. أنا بحب أحمد ومفيش قوة في الدنيا هتمنعني من حبه. أنا اللي همنعك يا هيام. بتقول إيه؟ بقولك انا اللي همنعك انك تقابلي احمد او حتى تكلمي في التليفون. ايه ده؟ هو انا عيلة صغيرة؟ لا انت ست وعاقلة، بس يظهر نسيتي انك متجوزة وعلى ذمة راجل، ومش من حقك انك تحبي راجل تاني. غير كده احنا ناس لينا كرامتنا ولازم نحافظ عليها مهما كان الثمن. بتشوفي ايام؟ ايوه، وجات شافتك يوم الحادثة، بس انت كنت في البنك. ممكن تطلبيها لي في التليفون؟ حاضر. الو؟ اهلا. مين يا فندم؟ احمد رجب؟ يا أستاذ أحمد، أنا ليا عندك رجاء، ما تحاولش تتصل بهيام ولا تقابلها بعد النهاردة. مع السلامة. رجعتي تقعدي لوحدك وتحطي همك في الكتب، ودي حاجة جديدة عليا؟ أنا قلقانة عليكي قوي. ليه؟ أنا كويسة، مش عايزة حد يشغل نفسه بيا. طب اسمعي، أكلم فوزية تيجي تخرج معاكي شوية؟ لا يا هدى، أنا عايش حياتي بالطريقة اللي تعجبني. مفيش فايدة يا حسن، دي بقت حالة مستعصية. اسمعي، خديها وسافري اسكندرية. اسكندرية ايه بس انت راغر؟ هنعمل ايه في اسكندرية؟ اعملوا اي حاجة، غيروا جو وشموا هوا. اقولك اجروا لنا شقة نصيف فيها السنة دي. شقة؟ الله العظيم فكرة. يا أستاذ. نعم. إزاي حضرتك؟ كويس. هنسهر فين الليلة؟ أنا مروح. ليه مفلس؟ لا ماليش مزاج. نخلق المزاج باتنين ويسكي. ما بشربش. لا أنت اليومين دول بقى دمك تقيل قوي. سافر أنت يا هدى، ما تخافيش، مش هقابل أحمد ولا هكلمه في التليفون. لا يا هيام يا حبيبتي، مش ده السبب. أنا عاوز أخدك معايا عشان تغيري الجو المقبض اللي أنت عايشة فيه ده. صدقيني يا هيام، ورحمة بابا. حضر الشنطة؟ طب اضحكي. الله.
سعيدة يا حسن. مع السلامة. خلي بالك من نفسك. باي باي يا حسن. باي باي. مع السلامة. الله يسلمك. مع السلامة. الله باي باي. تجيبوا معاكم شوية جمبري. جمبري. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اتفضل. 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 لو كنت قربت شويه كنت حصلتهم. تشرب قهوه؟ لا متشكر. اهلا وسهلا. اهلا بيك. هيام بتسلم عليك. اشكرك على المجامله اللطيفه دي ولو اني مش مصدق. دي هيام بنت حلال و ومصيرها تحل و استاذ حسن، مش ملاحظ اني صبرت على هيام اكتر من اللازم؟ اه فعلا، بس برضه الصبر طيب لكن له حدود. هيام استغلت حبي وعطفي اكتر من اللازم. انت برضه قلبك كبير وهيام برضه لسه صغيره، علشان كده انا ما اتخذتش اي اجراء ضدها لحد دلوقتي، لكن بعد كده محدش هيلومني على اللي هعمله. ما هو بدري يا استاذ محمود. متشكر، ارجوك تبلغها الكلام ده. ربنا يهدي الحال. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. هيام هيام، مش هتيجي معايا نروح للسمسار؟ لا روحي انت يا هدى، انا هقعد هنا. طب انزلي اقعدي في الجنينه، روحي اي حته، مش معقول تفضلي قاعده كده بين اربع حيطان. حاضر هنزل اقعد في الجنينه. باي. هيام احمد انت هنا؟ مش معقول، انا بحلم. هيام انا مش مصدق. انت صحيح قد كده؟ حرام عليك. ليه؟ غصب عني احمد. تعالي تعالي. ما قلتليش؟ نعم يا احمد. انت حلوه كده ليه؟ عشان احمد بيحبني. اتعلمت الشقاوه فين؟ في اسكندريه. طب فين المايو؟ تحسر فين؟ افتكر الله الله، ايه الشياكة دي كلها؟ ما تنسيش ان احنا معزومين على العشاء عند مديحة اخت حسن. يا خبر، ده انا كمان معزومة. معزومة؟ فين؟ عند نادية. نادية؟ نادية مين؟ واحدة صاحبتي ما تعرفيهاش، كانت معايا في الكلية، قابلتها الصبح في جنينة اللوكاندا. طب يا هيام على راحتك. ايه؟ سرعتي فيه يا فندم؟ تعرف يا احمد انا حاسه انك مش غريب عليا، متهيألي اني خرجت معاك قبل كده.
ورقصت معك وزي ما اكون بعرفك بقالي سنين. هو ده يا فندم، هو ده. الله، ايه حكايه يا فندم دي؟ مش فاكراه؟ مش واخده بالي. ازاي ده كل كلامك معايا يا فندم؟ متاسفه يا فندم، ما اقدرش يا فندم، بتطردني ليه يا فندم؟ كنت كل ما اسمعها ادوخ. حبيت كلمة يا فندم لغاية ما بقى نص كلام يا فندم. غريبة أوي الحكاية دي يا فندم. هيام 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 هيام، اصحي بقى يا حبيبتي، اصحي بقى احسن اتاخرنا. وبعدين معاكي، اصحي بقى يلا بلاش كسل. صباح الخير. صباح النور. يا خبر، انت بتحضري الشنطه؟ ايوه، لازم نسافر قبل الليل. ما تخلينا لبكره ولا لبعد بكره. هنقعد نعمل ايه؟ مش خلاص اجرنا شقه وتفسحنا لنا يومين؟ ما ندور على شقة تانية أحسن. هيام، أنت إيه حكايتك؟ ألو؟ أيوة أنا. مين؟ دي نادية صاحبتي. إزيك يا نادية؟ وحشتيني. نادية ده إيه؟ أنا أحمد. هي أختك جنبك؟ طيب، أشوفك إمتى؟ مش هقدر أشوفك يا نادية. ده إحنا خلاص حضنا شنط ومسافرين. مع السلامة. حكاية الطاعة دي لها إجراءات سخيفة قوي تجرح كرامتك، مش عايز أقول تبهدلك. ومين قال لي هروح بيت الطاعة بتاعه؟ بلاش عند يا هيام، لو ما نفذتيش الطاعة دي هتبقى مصيبة كبرى، هتبقي ناشز. ناشز؟ أيوة، يعني مش هتقدري تتجوزي أبدا، تقضي بقية عمرك إنسانة مجمدة ملهاش وجود. حسن، سيبها بقى، ما تضايقهاش اكتر من كده. حاضر. هيام هيام، اهدي يا حبيبتي. انا مش هرجع لمحمود، احسن لي الف مرة بأناشز واقضي بقيت عمري مع احمد ولا ارجعش تاني. قد كده بتحبي احمد؟ مش قادرة اوصف لك يا هدى. هيام، انت اختي الوحيدة واعز ما عندي في الدنيا، أنا مش عاوزاكي تغلطي. لازم نشوف حل الأول مع محمود وبعدين اعملي اللي انت عايزاه. ده انها نازله مصر وعايز تاخدني معاها عشان اقدر اشوفك. باي باي يا فوزيه. باي باي. باي باي. دي فوزيه كانت عايز تاخدني معاها مصر. وحشتيني يا فندم. أهم كده، ده احنا كنا مع بعض امبارح. الحقيقة عندي كلام عاوز اقولهولك، وفي خبر مهم بالنسبة لنا احنا الاتنين. قولي يا أحمد. أعصابك كويسة؟ أحمد ما تشغلنيش. أنا مسافر. مسافر؟ فين؟ ألمانيا. لا، مش معقول. ليه؟ بعثة 4 سنين. 4 سنين؟ وهتسيبني 4 سنين يا أحمد؟ مين قال إن أنا هسيبك؟ رجلي على رجلك. هتكوني معايا في كل مكان أروحه وفي كل لحظة.
احمد انا هنتجوز يا راعي ونسافر سوا، تخلي في كتكوته تكلم الماني ونسميها هيرها ياما. لا كتكوت ونسميه احمد. الله مالك؟ انا اسفه، اصل لما ابقى فايزه ساعتي الدموع بتغلبني. اذا كان كده عيطي عيطي عيطي. ها اشوفك بكره. ايوه بس ازاي؟ بنفس الطريقه، كلمه السر فوزيه. علي. ما هو اصلك فاجئتني، مش عارف ارد اقول ايه. قول رايك بصراحه. انت طبعا سمعت عني حاجات كتير، علاقات غراميه و لا لا لا، العفو العفو. واكد لك ان حبي لهيام حب صادق، حب كبير، والا ما كنتش تقدمت. انا طبعا يسعدني جدا اني اسمع الكلام ده منك، بس اللي اعرفه ان هيام ظروفها صعب، مش ممكن تقدر تتجوزك. ظروف ايه؟ ممكن اعرفها؟ اهو ده اللي مش ممكن. انا شايف انك تسالها، هي الوحيده اللي تقدر تصارحك. وسلام عليكم. سلام. ملك يا حسن. الحب 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 ده شيء غريب، له سلطان عجيب، محدش يقدر يقف قدامه. ايه ده جرالك يا حسن؟ احمد ركب. ماله احمد ركب؟ بيحب بجنون. بيحب مين؟ بيحب هيام طبعا. وحضرتك بقى مبسوط من الحكايه دي؟ جدا، واشجعهم جدا. انت ما عندكش فكرة عن احمد رجب؟ عندي. احمد رجب بتاع زمان خلاص، الحب شقلب كيانه ولخبط حياته. احمد رجب طلب مني ايد هيام. قال الكلام يا هدى؟ المهم اننا نسلك سكة الحب الظريف ده ونوصله للجواز. انت بتخرف بتقول ايه؟ سيبيه والنبي يا هدى، لأول مرة في حياتي أحب كلامك. هنعمل إيه يا أبيه؟ يا أعظم أبيه. أخدك من إيدك ونروح لمحمود، كلمتين في عظمه يفك الكلبشات من إيديكي، وأجيبك في إيدي أكلبشك في إيدين أحمد رجب. يا رب. يا عم صابر. أهلا وسهلا بالست، يا ألف مرحبا. أنتوا قافلين ليه؟
فين الاستاذ محمود؟ ده مسافر يا ست، راح اوروبا هيقعد 6 اشهر. اتفضلوا ارتاحوا. ليه يا هيام؟ ليه ما قلتليش الحقيقه؟ ليه تتحملي العذاب ده لوحدك؟ احمد كنت خايف احسن تزعل مني وتسيبني. انا عارفه انت قد ايه بتغير عليا. فعلا انا بغير عليكي، لكن اسيبك ازاي في الوقت اللي انت محتاجه لي فيه؟ امال مين يقف جنبك؟ مين غير احمد؟ مفيش حاجه هتقف في طريق حبنا، بس لازم نتصرف بسرعه. فاضل شهر على ميعاد سفري، وهو مش هيجي قبل 6 اشهر. ما تضيعش فرصتك يا احمد، سافر انت وانا هستناك لاخر يوم في عمري. لما تسافر هفضل معك لغاية باب الطيارة. بلاش يا هيام، الوداع صعب. مش ممكن تفرق عيني في كل لحظة اقدر اشوفك فيها، مش ممكن. عمرك مبروك، ألف مبروك يا حبيبتي. خدي إيدي دي من محمود، ورقة الحرية. مش معقول بعد عذاب 3 سنين اللي ما بعتهاش امبارح قبل أحمد ما يسافر. كنت أحمد تلغراف. برافو عليك يا حيام، نبعت له تلغراف على طول دلوقتي. أرجو انتظاري في المطار يوم 14 الجاري بفستان الزفاف. بس يا ستي جبت لك تصريح تدخلي بيه لحد باب الطيارة. سيداتي سادتي، بعد دقائق نصل الى مطار القاهرة الدولي، رجاء ربط حزام المقعد وعدم التدخين. Ladies and gentlemen, in a few minutes we will arrive at Cairo International Airport. No smoking and please fasten your seatbelts. حصل ايه؟ الطياره اللي جايه من المانيا وقعت دلوقتي. طمني هعيش.
عشان حبنا عيش. مفيش حاجة تفرق بينا أبدا. أحمد ندخل في الدنيا نتعذب وبعدين نموت. سامحني يا رب، سامحني.